تحت رعاية معالي وزير الثقافة السيد عز الدين مهوبي، محافظة المهرجان تنظم الطبعة الخامسة لمهرجان الثقافة الدولي الصيف الموسيقي بالجزائر، وذلك من 6 إلى 28 أوت 2015 بديوان رياض الفتحة. سهرة الخميس 6 أوت يحييها كل من مريم بلدي، إبراهيم حاج قاسم، وحمدي بناني، وذلك بقاعة ابن زيدون انطلاقا من 8 مساء. كونوا في الموعد.